مسامعكم القارئ صلاح الدين صوفي. أرضي والسبع سنواتك حي الجزائر. في هذا المجال والمرشات. باسم السيد ولي الولاية لا يسعني إلى أن أعلن عن معنا ممثلة السلطات. تفضلي الأمنية. شطرنا برنامج جديد لهذه الطبعة حيث قمنا بتكوين ورشات خاصة بالطلبة وهذا لفائدة الطلبة وهي أيام تكوينية على شكل أيام تكوينية. كذلك أنه قمنا في هذه الطبعة اللي هي جد إيجابية من حيث المشاركة 50 وفد مشارك في هذه الطبعة 180 طالب جامعي مشارك في هذه الدورة. كذلك مجموعة من المدارس والجامعات ومديريات الخدمات الجامعية لتحضر هذه الطبعة. اجتمع اليوم أبناء الجزائر قاطبة وجمعهم عشق الميكروفون ليتنافسوا على أحسن صوت، والتي كان شعار هذه المسابقة طالب موهوب وصوت مطلوب.